طيب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الصورة واضحة والصوت واضح بالنسبة لكم؟ بس لو الصوت واضح، بس ممكن زول يرد في التعليقات بس يقول الصوت واضح عشان نقدر نواصل طوالي. تمام. طيب، نبدأ إن شاء الله. بسم الله. أول حاجة أقول لكم تاني رمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، ويا رب تصوم وتفطر على خير. أول حاجة أوجه الشكر لمنصة سودانيز ريسيرش انيشيتيف إن هي أتاحت لي الفرصة للمرة الثانية، أو خلتني أقدم السلسلة الثانية من المحاضرات عن وباء الكوفيد 19. وأيضا الشكر برضو اللي هي صفحة دار، اللي هي شركة اللي هي المختصة ببناء القدرات البحثية. وبالنسبة للناس اللي ما عارفين أو ما سمعوا قبل كده عن شركة دار أو صفحة دار، هي موجودة على الفيسبوك، ممكن الناس تخش عليها وتتابع، وهي عندها أنشطة كثيرة كلها مهتمة بتعزيز البحث العلمي. طيب، نبدأ الليلة. أول ليلة إن شاء الله هنتكلم عن السلسلة الثانية من المحاضرات عن وباء الكوفيد 19. كان المرة اللي فاتت نحن اتكلمنا عن في السلسلة الأولى، كانت عرفنا عن سلسلة العدوى، حاجة هي من أساسيات علم الوبائيات، اللي هي بتسمى بحاجة اسمها الـ chain of infection أو سلسلة العدوى. وفهمنا إنه كيف العدوى ذاتها، من كونها هي تكون جرثومة وتصل لجسم الإنسان، بتمر عن طريق حلقات متواصلة ببروسيس معينة. فالمرة فاتت اتكلمنا عنها، واتكلمنا عن برضو اللي هو من أهم الحاجات الناس المفروض كان تكون يعني ماخدة أو فاهمة عن موضوع الوباء الكوفيد 19، هي طريقة الانتقال نفسها. يعني كان اتكلمنا عنها المرة فاتت بصورة مستفيضة عشان نقدر نفهم بعد ذلك الإجراءات الوقائية. الليلة إن شاء الله نحن هنتكلم عن اللي هو حاجة اسمها شنو؟ حاجة اسمها إدارة المخاطر، اللي هي واحدة من أساسيات العلم في الصحة العامة أو في البابليك هيلث، بما يسمى بالإميرجنسي مانجمنت. هيكون الكلام الليلة إن شاء الله، حتى ما هناخد زمن طويل. هنتكلم إن شاء الله أول حاجة نبذة عن إدارة المخاطر نفسها، هنتكلم عن تعاريف ومصطلحات معينة بحيث كل الناس تكون قادرة لما تشوف المصطلحات دي قدامها تكون فاهمة المصطلح ده هو معناه شنو بالضبط. هنتكلم عن الاستراتيجيات اللي بتتخذها دائما الدولة بالذات الوكالات المختصة بالصحة العامة، سواء كان وزارة الصحة أو حتى كانت المنظمات العالمية أو حتى المحلية، بما يخص في دورها في إدارة المخاطر نفسها أو في وقت الكوارث بيكون دورها شنو بالضبط. وهنتكلم برضو عن دور مكافحة العدوى في وقت الأزمات أو في وقت الكوارث. فده إن شاء الله هيكون الكلام بملخص عن الليلة، فإن شاء الله ما هناخد زمن طويل. أول حاجة إحنا هنتكلم، زي لو انتوا فتحتوا الموقع الويب سايت بتاع الويد ميتر، الويد ميتر دي اللي هي فيها كل البيانات او كل الاحصائيات عن العدد المصابين وعدد الوفيات وحالات التعافي من الوباء الكوفيد 19. هتلاحظوا انه تقريبا عدد مجمل الحالات اللي تمت اصابتها بالكوفيد 19 هي فاتت 3 مليون شخص بني ادم في العالم. ولو انتم متذكرين يعني فيروس الكوفيد 19 ده هو بدأ من سوق في مدينة في دولة الصين، كانت تقريبا شهر 12، ونحن حاليا شهر 4 أو في أواخر 4 أو تقريبا خشينا شهر 5، وبقى المصابين تقريبا في أكثر من 200 دولة في العالم، اللي هو حوالي أكثر من 3 مليون شخص في العالم. لاحظتوا في الفترة القصيرة دي العدد المصابين في العالم وصل للعدد الكبير ده. فهي ده مثال واضح، أو ده مثال يعني ده أوضح مثال ممكن يتقال عن إن إحنا في حالة طوارئ، إنه حاجة في فترة صغيرة جدا وصلت للعدد الكبير ده وانتشرت في دول كثيرة جدا، وبقت بتشكل مهدد للصحة العامة، أو حتى خلاف الصحة العامة بقت مشكل حتى للنظام الاقتصادي وللنظام السياسي نفسه في العالم. فدي واحدة من الأمثلة الواضحة على اللي هو نحن حاليا في حالة طوارئ. الطوارئ نفسها أو زي ما أنتم عارفين هي أصلا بتتقسم لحاجتين، يعني بالمفهوم العام بتاع الطوارئ إنه في طوارئ بتكون طوارئ طبيعية ناتشورال،
كويس ديزاستر، وفي بتكون طوارئ، هي بتكون دائما من صنع الانسان، حاجه الانسان بيكون عنده فيها دخل. الطوارئ الطبيعيه طبعا زي ما هي معروفه، او الكوارث الطبيعيه اللي هي معروفه مثلا زي الفيضانات، زي الزلازل، زي البراكين، دي كلها تعتبر من الكوارث الطبيعيه اللي ممكن يكون الانسان ما عنده دخل فيها. وفي النوع الثاني اللي هو حاجه من صنع الانسان، اللي هي بتكون دائما سواء كان ممكن تكون بارادته، ممكن تكون من غير ارادته، يعني ممكن يكون هو قاصد الحاجه دي. كويس، زي الحالات اللي بتكون حاصله ارهاب في العالم، الارهاب نفسه يعتبر واحده من حالات الكوارث، وممكن يكون من غير قصد الانسان، زي مثلا يحصل تسريب للمفاعلات النوويه، او الحاجات اللي بتشبه، يعني بتكون حاجه من خارج اراده الانسان، فبرضه تعتبر من الكوارث. طيب نحن حاليا عشان نطبق الكلام ده على الواقع العملي، انه حاليا نحن في الطوارئ اللي عندنا هي تختص بالوباء او الجائحه بتاعت الكوفيد 19. نحن عندنا حاله كوارث بتخص عدوى، عدوى هي بدأت من حته وقدرت تنتشر لدول كثيره في العالم، وقدرت تخلق هاله الهلع، وزي ما شايفين كل الدول اتخذت كل الاستراتيجيات، وفي النهايه دخلت نفسها برضه في مرحله المخاطر. طيب كلمة جائحة، لما الناس بتشوف كلمة جائحة دي مثلا في وسائل الإعلام، لما يقول لك جائحة الكوفيد 19، يعني شنو جائحة؟ الجائحة دي اللي هي بالإنجليزي بتسمى بالبانديميك، بانديميك سيتويشن أو البانديميك ستيت، دي معناها عدوى كانت بدأت من حتة، والعدوى دي قدرت زي ما بيقولوا تنتشر في أكثر من دولة، عفوا تنتشر في أكثر من دولة، أو حتى تنتشر في أكثر من قارة. فهي باختصار بتكون عدوى زي عابرة للقارات أو عابرة للدول. طيب هل أي عدوى بالشكل ده بتكون هي بتشكل جائحة، أو هي ممكن تشكل تهديد مباشر للصحة العامة في العالم؟ يعني لا، هي ما أي جائحة، في أمراض كثيرة جدا بتكون منتشرة في أكثر من دولة زي الإنفلونزا، لكن يعني الناس لاحظت إنه ما حصلت قبل كده، إنه حصل والله أعلن حالة الطوارئ مثلا، أو والله يا أخي الدول كلها اتخذت التدابير بالطريقة دي. الجائحة نفسها هي بتتقسم لستة مراحل، الجائحة نفسها هي بتتقسم لستة مراحل، بتبدأ من الفيز 1 وبتنتهي بالفيز 6. طيب المراحل دي حسب شنو؟ حسب انه العدوى دي نفسها نسبة انتقالها من الإنسان للإنسان قدر شنو. لو كانت العدوى نسبة انتقالها من الإنسان للإنسان حاجة بسيطة كويس، بتكون في المراحل المتأخرة، فبالتالي بتكون ما مهدد بصورة مباشرة. لكن كل ما كانت نسبة الانتقال من الإنسان للإنسان كانت كبيرة، كل ما المراحل زادت، ولما انتصل المرحلة السادسة اللي هي دي أخطر مرحلة، واللي هي دي بتمثل تهديد للصحة العالمية عموما، واللي هي بتكون دايما فيها حاجة بيسموها significant human to human transmission، أو بيكون فيها العدوى نفسها قدرتها على الانتقال من الإنسان للإنسان بتكون قدرة عالية جدا جدا، اللي هي زي حاليا وباء الكوفيد 19، ومعروف عنه إنه معدي جدا جدا، وبينتقل بسهوله وبصوره مستمره. الحالات اللي بنشوفها كل يوم زايده بصوره كبيره، هي معناها بتدل انه الوباء ده بينتقل، العدوى دي بتنتقل من الانسان للانسان بصوره كبيره. ودي كان احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، في السلسله فاتت، واحده من المصطلحات اللي هي بتعبر انه العدوى دي ممكن تصيب كم واحد، اللي هي حاجه بسموها البيزك ريبرودكشن نمبر، اللي هو بيرمز لها بحاجه اسمها الار زيرو او الار نوت. وكل تقريبا الدراسات اجمعت انه الفيروس الكوفيد 19 تقريبا الار زيرو او المعدل بتاع الانتشار بتاعه بيساوي من 1.5 لحد 4. يعني شنو؟ يعني الشخص الواحد المصاب بالكوفيد 19 بيقدر يعدي 2 ل 4 او 5 انفار غيره، وده يعتبر عدد كبير جدا جدا لعدوى ان هي تقدر تسبب او تقدر تعدي نسبه ثانيه من الناس بالصوره دي. تمام، فدي واحده، دي اللي هي حاليا نحن الحاجه بنواجه فيها، اللي هو الوباء بتاع الكوفيد 19 وقدرت ان هي تنتشر بالطريقه دي. طيب اداره المخاطر نفسها، انه الوباء ده لما جاء سيطر على العالم كله، زي ما بقولوا شنو، الدول هي ذاتها اتصدمت. تمام، جات الوباء ده جاها فجأة، الوباء ده نفسه بيتخطى القدرة الاستيعابية للنظام الصحي في البلد، فبالتالي معناها شنو؟ معناها انه هتضطر الدولة نفسها انه هتتخلى عن الطريقة الروتينية في إدارة سياسة النظام الصحي عندها، وتتجه لنظام تاني اللي هو هتتعامل بنظام الطوارئ، لأنه هي بتتعامل مع حاجة هي فوق استيعابها، فمعناها لابد من استراتيجيات، ولابد من طريقة إدارة معينة عشان تقدر
زي ما بيقولوا تمتص الصدمة وتقدر تحتوي الخطر الجاي عليها اللي هي بتتمثل في الكوفيد 19. طيب نتكلم بنبذة عامة عن الإميرجنسي مانجمنت. هي دايما فيها 4 مراحل أساسية. إدارة المخاطر عموما في الصحة العامة بتتقسم ل4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي حاجة بسموها الميتيجيشن، المرحلة الثانية اللي هي بيسموها البريبيرنس أو الجاهزية، الثالثة اللي هي الريسبونس، الرابعة هي الريكفري. هنمر عليهم سريع إن شاء الله. أول حاجة الميتيجيشن. الميتيجيشن دي معناها شنو؟ معناها دايما تخفيف الأثر، تخفيف الأثر. أديكم مثال عليها إن شاء الله يكون مثال مبسط. معروف في السودان دايما مع كل خريف في فيضان، أو في تهديد بتاع فيضان بيهدد السودان، والحاجة دي الدولة أو بتكون عارفاها من بدري إنه دايما مع كل خريف في احتمالية إنه يحصل فيضانات. هي بتحدد طبعا، بتكون لمدن معينة أو بتغرق بيوت، أو حتى ممكن تسبب بإنفكشن جاية من المويه الملوثة اللي بتكون من الفيضان. الميتيجيشن أو تخفيف الأثر اللي بيحصل شنو؟ إنه بيحصل إجراءات بتتخذها الدولة عشان في النهاية تخفف الأثر أو الصدمة اللي ممكن تسببها الفيضان على الناس. زي مثلا يعني زي ما بتشوفوا مرات والله بيحصل ردم للمناطق جنب البحر عشان يعلوا المنطقة، عشان في النهاية الفيضان لما يجي كويس بدل ما يكون يلقى الحتة واطي ويجي خاش طوالي، لا، لما تعلي الحتة أو تعلي المكان نفسه وتردمه بيقوم بيحصل شنو؟ أنت كده بتخفف الأثر نفسها. نفس الحاجة الديزاين بتاعت البيوت، الاستراكشر بتاعت البيوت ممكن تتغير بطريقة إنه حتى لو الفيضان جاها البيوت ما تقع على الناس. دي كلها دي وسائل أو إجراءات بتعتبر كنوع من أنواع التخفيف للأثر بتاعت الكارثة نفسها، فاللي هي دي بتسمى بالميديكيشن. تمام؟ نمرة 2 البريبيرنس. البريبيرنس اللي هي الجاهزية. الجاهزية دي الفترة دي هي دايما بتكون عبارة عن فترة زمنية بتكون 200 بتتعامل دايما قبل حدوث الكارثة مباشرة، يعني قبل الكارثة أنا عارف إنه في كارثة جاية علي، قبلها مباشرة المفروض أنا بكون خاشي في المرحلة بتاعة البريبيرنس. اللي هي مثلا زي نحن لما كنا قاعدين في السودان وشاهدنا كلنا وباء الكوفيد 19، بدأ في الصين وبدأ ينتشر للدول الآسيوية، بعد ده انتشرت لمنطقة الخليج، وبعد ده جات لمصر، فبقى السودان ظاهر إنه هو مهدد، وبقى ظاهر إنه الوباء ده هيجي مقتحم العالم كله. فنحن في المرحلة دي تعتبر مرحلة بتاع الجاهزية قبل الكارثة مباشرة. المرحلة دي هي بتتركز في شنو بالضبط؟ بتتركز في إنه لازم تتوضع خطة واضحة معينة بتكون شنو؟ من اجل احنا كيف نتعامل مع سيتويشن في حاله حصولها، يعني لو حصلت الكارثه لازم يكون في بلان واضح. البلان ده بيكون دايما يعني مضمون فيها كل العوامل الممكن الدوله تستغلها عشان تقدر تتعامل مع الكارثه دي، منها انك انت المخططين او العاملين الخطط ذاته يكونوا ناس من الكفاءه ان هم يقدروا او عندهم الخبره في التعامل مع حالات الكوارث نفسها، تخصيص ذات وتخصيص الموارد في يعني كل الموارد اللي ممكن الدولة تستغلها عشان تقدر تواجه الكارثة دي نفسها. تمام؟ فبالتالي هي أهم حاجة في مرحلة الجاهزية هي تكون موضوع الخطة، لازم يكون في خطة واضحة وفي استراتيجية واضحة، يكون ذاته في تدريب للناس على الخطة قبل ما الكارثة تحصل. طيب ولو الكارثة حصلت زي ما نحن قاعدين في السودان وجاتنا خلاص ظهرت عندنا أول حالة بالنسبة كان للكوفيد 19، معناها كده زي ما بيقولوا بلد بقت شنو؟ بقت استقبلت حالة، استقبلت حالة معناها كارثة جات خلاص. بنخش نحن في المرحلة حقت الكوفيد 19. في الحالة دي نحن هنتعامل بالاستجابة اللي هي هنخش في الفترة الثالثة اللي هي حاجة بيسموها الريسبونس فيس اللي هي الاستجابة. نحن كده هسه حاليا في فترة استجابة. الاستجابة دي بيحصل فيها شنو؟ بيحصل فيها انه الخطة اللي اتعملت في مرحلة البريبيرنس اللي كانت اتكلمنا عنها في المرحلة اللي فاتت اللي هي مرحلة الجاهزية، في المرحلة دي نحن هنطبق الخطة دي. تمام؟ اللي هي بيحصل فيها بعد ده لو كان نحن كان في خطة بتاع التجهيز لمراكز لمعابر بتاعت اللي كانت في المطار الشغالة ولا كانت في المعابر الحدودية لنقاط اللي هي الفحص وترياجينج، لما خلاص لما بقت الوباء حاصل في البلد نحن اذا خشينا في مرحله الاستجابه اللي هو بيحصل شنو؟ بيحصل انه الخطط دي كلها اللي اتعملت تبدا تتنفذ وتبدا يتم تاني التدريب عليها على اوسع نطاق عشان نقدر نتعامل مع الكارثه ونقدر نحتويها بصوره امثل. وبعد ذاك نجي نخش للمرحله الاخيره اللي هي المرحله الرابعه اللي هي دي اخر مرحله اللي هي بيسموها الريكفري فيز.
الريكفري فيز دي اللي هي مرحلة التعافي. مرحلة التعافي دي انه خلاص نحن البلد قدرت تسيطر على المرض، بقت ما في اي حالات جديدة بتظهر مع الزمن، معناها نحن في فترة بتاعت ريكفري. الفترة دي هي بيحصل فيها شنو بالضبط؟ انه اللي بتميزنا نحن خلاص الدولة هتكون دايرة ترجع للمستوى الطبيعي. في الحالة دي نحن الرجعة هل بتكون بصورة سلسة؟ لا، الرجعة بتكون بصورة معينة وباستراتيجية معينة عشان ما يحصل ريلابس أو ما يحصل تاني عودة للوباء من جديد، وتقوم تاني نرجع للمراحل اللي فاتت دي من بدري. فلازم حتى لما الدول كلها لو لاحظتوا في العالم، في دول بدأت خلاص تفك الحظر وبدأت ترجع، لكن دايما بتاخدها باستراتيجية معينة وبمنتهى البطء، عشان شنو؟ عشان بقدر الإمكان زي ما بيقولوا ترجع بصورة سليمة وما يحصل أي عودة للوباء. وتاني في المرحلة دي بيحصل نفسها بعد ما تنتهي الوباء، بيحصل تقييم للخطة نفسها وتقييم للاستجابة وتقييم للإدارة نفسها حقة المخاطر، عشان يشوف الأخطاء والجابس كانت وين بالضبط، وعشان زي ما بيقولوا يعني الناس تطلع بالدروس المستفادة من الموضوع ده، عشان اللي قدام أو للمرة الجاية يكون في شنو؟ يكون في تحسين في التخطيط بالنسبة لإدارة المخاطر نفسها. فهي دي نبذة عن إدارة المخاطر والمراحل بتاعتها، اللي هو قلتها بتتشكل على 4 مستويات، هقولها تاني سريع، اللي هي الميتيجيشن اللي هي تخفيف الأثر نفسه، والمرحلة التانية اللي هي الجاهزية زي ما شايفين إنه البلد بدأت تتجهز، وضعت خطط بتتجهز ك زي ما شفتوا في نقاط المعابر، المطارات، تجهيز المستشفيات، كلها دي عبارة عن بلان أو خطط اتوضعت عشان في حالة لو في الوباء ظهر عندنا في السودان زي ما هو ظهر حاليا عندنا. فاللي هي بنمشي للمرحلة الثالثة اللي هي الريسبونس فيس. الريسبونس فيس اللي هو بيحصل تنفيذ للخطة نفسها، اللي هو خلاص بقت في مراكز جاهزة، معناها شنو؟ بقت العيانين مثلا اللي بيكونوا مصابين بالكورونا او الكوفيد 19 بيمشوا للمراكز بيكون مراكز مخصصة لها، بيكون المستشفيات ماشية بنظام فرز معين، بيكون حصل تدريب، فبيحصل تطبيق للخطة لين إن شاء الله مؤملين إن احنا نحصل المرحلة الرابعة أو المرحلة الأخيرة اللي هي الريكفري فيس، اللي هي فترة التعافي نفسها. الفترة التعافي دي اللي هي بيحصل فيها شنو؟ بيحصل فيها إنه الدولة بتحاول ترجع للمستوى الطبيعي. واحدة من الأسئلة المهمة دائما يعني بتسأل وبتتلاقي في حتى في منصات كثيرة، بيقول لك شنو؟ بيقول لك طيب متين متوقع إنه الدولة أو العالم كله يرجع للمستوى الطبيعي؟ بالذات في حالة هسه حاليا تعاملنا مع الوباء أو مع مرض الكوفيد 19. الجواب دائما بيكون في حاجتين. يعني امبارح كان في مقاله طلعت اللي هو كان طلعها مؤسسه البيل جيتس فاونديشن، اللي هي دي واحده من اكبر المؤسسات حتى المهتمه بالبحث العلمي بالذات في امر الفاكسين والتطعيم، انه دائما بيقولوا العالم ما هيرجع للحاله الطبيعيه اللي هي كانت فيها قبل شهر 12 الا لما يحصل اصدار لعلاج يكون العلاج نسبته عاليه جدا، في اللي هو يعني علاج فعال جدا، ويكون استجابته بنسبة حتى تبدأ من 95% إن هي بتساعد على علاج المرض، أو يكون في فاكسين يحصل إصدار لتطعيم، التطعيم ده يكون منتشر لكل العالم ويكون خلاص تطعيم زي أثبت الدراسات إنه هو فعال وبدأت الناس بتستخدمه وبدأت تظهر نتائج كبيرة، عشان في النهاية تحمي الناس أو يحصل لهم كنوع من البريفنشن من المرض نفسه. فبالتالي لو ما حصلت الحاجتين ديل بيقولوا دايما صعبة جدا انه الحالة ترجع للوضع الطبيعي. فدي واحدة من الأسئلة دايما المتكررة. طيب في البلان نفسه في الخطة نفسها، احنا حسي حاليا في حالة طوارئ، يعني احنا فهمنا حسي حاليا انه احنا في حالة طوارئ، معناها استراتيجية الدولة هتكون مختلفة جدا، اللي هو زي ما احنا بنشوف كل الاستراتيجيات الاجريسيف او العنيفه اللي بتكون ظاهره او بالميجرز المعايير من الله الناس تقعد في البيت حظر التجوال، برغم انه ممكن يكون في ناس متاثره، لكن الناس تحاول تستوعب انه دي ما تعامل روتيني، ده ما تعامل طبيعي، ده دي حاله ما دي حاله طوارئ. الحاله الطوارئ دايما بتحصل فيها استراتيجيات عنيفه بالشكل ده عشان نقدر الدوله تمتص الصدمه وتقدر تتعامل معاها بكل احترافيه وتقدر في النهايه تتجاوزها عشان نطلع لي برا الامان. طيب واحده من اهم الخطط او انواع الخطط بالذات في الطوارئ بتتقسم دائما على 3 مستويات. المستوى الاول هو الخطه على المستوى الشخصي اللي هو بسموها البيرسونال بلان. البيرسونال بلان ده بيحصل فيها شنو او بتركز فيها على شنو؟ بتركز فيها انه بتكون دائما على المستوى الفردي نفسه، انه الفرد ذاته بيكون والله يحاول بقدر الامكان انه هو لو كان واحد من الكوميونتي
يستجيب دائما للارشادات وللبروتوكولات للحاجات المعايير الوقائيه بصوره روتينيه، ودائما عشان في النهايه يحصل حمايه لنفسه وللحوالينه بالضبط، حتى وممكن ذاته يكون يحاول يوفر لنفسه ممكن سبلايز او جزء من المعينات بالنسبه له، حتى سواء كان لو عنده فيس ماسك او لو عنده مثلا يشتري مثلا اكبر يعني يكون عنده كميه من الكحول عشان يقدر يطهر بها يدينه، او يكون عنده مثلا من الصابون، يكون عنده المويه متوفر، عشان دائما ده تساعده انه يحاول يلتزم بنظافه اليدين دائما. برضو اللي هو يحاول بالنسبه حتى للكادر الصحي نفسه عشان هو يقدر يكون شغال، لازم برضو هو يقدر يوفر الحاجات دي لنفسه، يعني ويستخدم كل الاستراتيجيات عشان شنو؟ عشان يقدر هو بالذات الكادر الصحي اللي هو وجوده ودوره مهم جدا جدا في المرحله دي انه هو يقدر يواصل في عمله. دي بالنسبه لي البيرسونال بلان او الخطه الشخصيه، انه باختصار الواحد يقدر يوفر لنفسه كل المعينات، يقدر يتبع الارشادات عشان في النهايه يحصل حمايه لنفسه وحمايه للناس اللي حوالينه، وبالتالي بيقلل العبء على اللي هو النظام الصحي في الدوله. بالنسبه للفاسيلتي بلان، دي الخطة الثانية بتختص بالفاسيلتي اللي هي بالهيلث كير فاسيلتي أو بالمستشفيات، ودي واحدة من الكور كومبوننت أو من الحاجات الأمور الرئيسية جدا أو من الاستراتيجيات اللي هي لو اتظبطت بصورة صح بتقدر الدولة تتعامل مع الموضوع بصورة سلسة جدا، إنه بيحصل فيها تقييم للمؤسسات الصحية وللوضع الصحي، وبيحصل فيها تجهيز كامل من كل النواحي بما يختص اللي هو أول حاجة تدريب للمستشفيات على التعامل مع الحالات اللي بتكون ممكن فيها الاشتباه او فيها الاصابه، تجهيز او توفير للمعينات اللي هي من العمل، سواء كانت المعينات المستهلكه زي البي بي ايز اللي هي المعروفه بادوات الوقايه الشخصيه، اللي هي دي اللبس اللي بيلبسوها الكوادر الصحيه في المستشفيات عشان تحميهم ويحموا غيرهم برضو من الوباء او من الانفكشن او من العدوى، وبرضو توفير معينات اللي هو ممكن تكون من غرف العزل نفسها، من الاجهزه حقت التنفس الصناعي، من السراير، من كل الادوات المهمه اللي بتخلي المستشفى او المؤسسه بتقدر تواصل في عملها يعني باكبر طريقه ممكن عشان تقدر تتعامل في الوضع ده بصوره سلسه. فدي واحده من اهم الحاجات اللي بتكون خاصه باللي هو التخطيط او في الخطه المتعلقه بالمؤسسه الصحيه اللي هي الفاسيليتي بلان، فدي لازم يبدا يتم التركيز عليها بصوره كبيره. بالنسبه للحاجه الثالثه اللي هي الكوميونتي بلان، في بلان بيكون مختص بالمجتمع اللي هي بيختص في افراد المجتمع او تركيز على المجتمع، ودي بتتلخص في 3 حاجات. الحاجه الاولى اول شيء اللي هي بسموها الريسك كوميونيكيشن او الرسائل المجتمعيه. الريسك كوميونيكيشن دي مصطلح بتتلاقي دايما ومرتبطه في اي حاله طوارئ في العالم، دايما بتلقوا حاجه اسمها ريسك كوميونيكيشن. يعني شنو ريسك كوميونيكيشن؟ الريسك كوميونيكيشن دي هي عباره عن وسيله بتكون دايما علميه، يعني ايفيدنس بيس، بتكون وسيله علميه انا بقدر اوصل بها رساله لافراد عشان اقدر زي ما بقولوا شنو تو بروموت او احفز الناس دي انه هم يتخذوا سلوك معين، سواء كان انه يتبعوا حاجه معينه او يتجنبوا حاجه معينه. يعني لما والله الدوله او وزاره الصحه تقول للناس الناس تلتزم في بيوتها، الناس تحاول تغسل يدينا، فهي دي واحده من وسائل الريسك كوميونيكيشن، انه بتحفز الناس ان هي تتبع الارشادات دي عشان في النهايه برضه يحصل وقايه لها. او مثلا بتقول والله انه الناس تتجنب المناسبات، تتجنب التجمعات، تتجنب كل الارشادات اللي بتنصح الناس تتجنب السلوك السلبي عشان ما يحصل او ما يحصل والله انتشار اكثر للوباء من خلال السلوك السلبي ده. فبالتالي دي كلها رسائل مجتمعيه، ودي واحده من اهم الخطط المفروض حاليا اصلا الدوله شغاله عليها، وزي ما شايفين طوالي في حاله ارشادات، فدي واحده من الكوميونتي بلان اللي بيكون دي التركيز عليها. الحاجه الثانيه بيكون اللي هي في بيتخصص مرات حاجه بسموها المستشفيات الميدانيه او بيسموها الالترنت كير سايت اللي هي المكان البديل للرعايه الصحيه. دي واحده من الاستراتيجيات ممكن تكون اتشافت في دول كثيره لو الناس والله متابعه الموضوع ده، انه عشان واحده تخفف العبء على النظام الصحي وعلى المستشفيات نفسها يتخصص مستشفيات ميدانيه بتكون خارج المستشفى، ممكن تكون في مخيمات. المخيمات دي هي وظيفتها انها هي بتستقبل العيانين او المرضى من خارج المستشفيات، بحيث بيتم فيها حتى ممكن يتم فيها فرز الناس. بيكون فيها باختصار انه اللي بيجي وبيكون والله هو حالته كريتيكال او حالته حرجه، ده طوالي بيقوم بيحولوه للمستشفى او للمستشفيات عموما،
والواحد اللي بيكون حالته خفيفة أو بيشتكي من أي حاجة، لكن هو يعني ما وصل للحالة الحرجة، ممكن يتم عنايته في نفس المخيم نفسه. ممكن تكون حتى هي مخيمات، ممكن تكون لو لاحظتوا في الأخبار، والله في دول كثيرة استخدمت محلات بتاعت باركينج، محلات باركينج عربات خصصتها عبارة عن عنابر بس بيتم فيها دي رعاية الناس اللي بيكون حالتهم الصحية يعني خفيفة، والحالة الحرجة بيقوم بيمشي المستشفيات. الطريقة دي واحدة من الطرق الفعالة اللي بتخلي أو بتخفف الضغط بصورة كبيرة ممكن على المستشفيات، وبتخلي فعلا المستشفيات ما بتستقبل إلا الحالات اللي هي بتكون محتاجة لمستشفى. طيب، فدي بالنسبة لي الكوميونتي البلان، يعني دي كل البلان الثلاثة الرئيسية اللي هو قلنا البيرسونال بلان، الخطة اللي بتعلق بالانديفيديوال اللي هو الانديفيديوال نفسه بيحاول بقدر الامكان انه هو يلتزم بكل الميجرز او المعايير الوقائيه، بيحاول بقدر الامكان يوفر المعينات لنفسه عشان اللي هي اللي بيساعده انه هو يقدر يطبق نفس الارشادات الوقائيه نفسها. الفاسيليتي بلان النوع الثاني من البلان اللي هي مختصه بالمؤسسات الصحيه، اللي هي دي مختصه برضو بالتجهيز للمؤسسات الصحيه على التعامل مع الحالات، اللي هو على التعامل في حالة وجود عدد كبير من المرضى خاشين على المستشفى، يحصل برضو اكسبانشن توسعة للرعاية الصحية والتي هنتكلم عنها بعد شوية، يحصل تدريب للناس أو تدريب للكوادر على التعامل مع الحالات أو المشتبه، أو حتى كانت لو في حالة مؤكدة كيف يتم التعامل معها، ويحصل برضو تجريب وتقييم للمؤسسة وتقييم للاستراكشر نفسه. ولو وفي يعني من خلال التقييم ده بيقدروا بعد ده يعرفوا المستشفى دي محتاجة لشنو، فبالتالي حتى لا بد أن يكون في توفير للمعينات، بالذات أدوات الوقاية الشخصية عشان في النهاية تحمي الكادر الصحي ويقدر يؤدي شغله بصورة مستمرة، وفي نفس الوقت برضو يكون في توفير للمعينات التانية من غرف العزل أو من أجهزة التنفس الصناعي، الحاجات الكريتيكال اللي بتكون مطلوبة دايما في المستشفيات عشان تواصل في عملها. وبالنسبة للحاجة الثانية الثالثة اللي هي الكوميونتي بلان، زي ما قلنا متلخصة دائما في الرسائل المجتمعية بصورة أكبر، زائد اللي هي ممكن واحدة من الحاجات اللي بتكون تبع الكوميونتي بلان اللي بتكون ممكن تخصيص مستشفيات ميدانية أو مراكز ميدانية بتتم فيها الرعاية الصحية ممكن للناس وفرز الناس، حتى الناس اللي حالاتهم حرجة يودوهم المستشفيات، بينما الناس اللي حالاتهم غير حرجة ممكن يتعاملوا معاهم في نفس المخيمات أو الأماكن المخصصة بتكون خارج المستشفيات. وممكن حاليا نحفي الحالات بتاعة الكوفيد 19 مثلا بتتطلب والله إنه يحصل ترصد نشط أو يحصل فحص للناس، فممكن برضو تتركز مراكز ميدانية تكون يحصل فيها فحص للناس عشان نقدر نحدد العدد الحقيقي من الناس المصابة بالكوفيد 19، لأنه الاستراتيجية عموما المهمة أو الرئيسية في التعامل مع وباء الكورونا أو الكوفيد 19 إنك أنت بتفحص الناس وبعد ده بتعمل تريسينج للناس، اللي هو يعني بتحاصر الناس المصابة عشان بعد ده تعمل لهم عزل للناس المصابة اللي هي بثلاثة كلمات، ودي أصلا استراتيجية العالم كله شغال بها وحاجة بيزك في التعامل مع المرض ده، إنه هو بيسموها تيست تريس اند ايزوليت، افحص وبعد ده حاصر الناس اللي حوالين وبعد ده شنو عشان تعزل الناس المصابه، عشان تقدر الدوله او تقدر المؤسسه الصحيه ان هي تحتوي المرض باقصى طريقه. طيب، واحده من الحاجات اللي هتكلم عنها انه طيب مكافحه العدوى نفسها دورها شنو في الموضوع ده. هلخص الكلام ده في نقاط بسيطه. الكلام بالنسبه لمكافحه العدوى هي يعني من أهم الأدوار اللي ممكن تقوم بها في المرحلة دي، هي مختصة دائما بالمؤسسات الصحية، يعني بيكون دائما تركيز الدور على المؤسسات الصحية بحيث يتم فيها دائما أول شيء تدريب الكوادر نفسها الطبية على التعامل مع الحالات أو التعامل في الوضع ده، لأنه الوضع ده محتاج لتدريب، يعني الواحد من نفسه ما هيقدر يتعامل إلا يكون عنده تدريب إنه هو كيف يعرف والله الأشخاص المصابة من الغير مصابين، تدريب على نظام الفرز لو سمعتوا بحاجة اسمها تراياج، ودي نظام بتكون فرز في المستشفيات. التراياج سيستم أو نظام الفرز ده هو الملخص بتاعه شنو، إنه بتكون دائما في مدخل المؤسسة الصحية بيتم فيها دائما بتفرق الناس، يعني الزول قاعد شغال برا في مقدمة المؤسسة الصحية، الفرز ده من خلاله بيتم انه اي شخص والله عنده اعراض بتشبه اعراض الكورونا مثلا بيقوم بيدخلوه بمسار معين وبغرفه معينه، وبينما الناس اللي ممكن يكون ما عندهم
الاعراض اللي بتماثل اعراض الكورونا فايروس بيقوم بيدخلوهم بالمدخل الروتيني للمستشفى عشان الغرض انه يحصل فصل زي ما بيقولوا فصل للعيانين عشان ما يحصل اي مثلا انتقال للعدوى او يحصل اي احتكاك فممكن تزيد من نسبة انتشار العدوى. فدي واحدة من اهم دور مكافحة العدوى، انه بيحصل تدريب وانشاء لنظام الفرز بصورة بروبر او بصورة كويسة عشان يقدر يحصل فرز كويس، والناس اللي بيكون عندهم الامراض او اللي بيكون مشتبهين بالكورونا يقدر يتفرزوا في حتة براهم، والناس اللي ما عندهم برضو بيمشوا بحتة براهم. دي اول حاجة. بالنسبة للحاجة الثانية اللي هو اضافة الى التدريب، اللي هو توفير المعينات المختصة بالمستشفى، المعينات اللي بتخص دائما مكافحة العدوى، اللي هي بتتكلم عن أدوات الوقاية الشخصية. كلكم أكيد سواء كان الناس في الميديكال استاف أو الكادر الصحي، هم طبعا عارفين البي بي اي دي شنو. بالنسبة للناس الخارج الكادر الصحي، هم طبعا أكيد سمعوا بأدوات الوقاية الشخصية، اللي هي زي الكمامات، زي الجوانتات، زي اللبس اللي بيلبسوه، أو زي ما بيقولوا بسموها اللبس الفضائي، الناس اللي بيشوفوها في الأخبار دي كلها تعتبر أدوات وقاية شخصية بيلبسها الكادر الصحي لما يجي يتعامل مع الحالات المشتبهة أو الحالات المؤكدة، عشان في النهاية تمثل له أو تحميه وبرضه تحمي غيره. فدور هنا مكافحة على العدوى في المستشفيات إنه يحصل توفير للمعينات نفسها بصورة كافية للمستشفى، عشان يقدر الكادر الصحي يكون شغال في بيئة آمنة بالنسبة له، فبالتالي يقدر يواصل في عمله ويحصل احتواء للعدوى عشان العدوى ما تنتشر فجأة في المستشفى، نسبة لأنه يكون البي بي اي أو الأدوات دي ما متوفرة في المستشفى. الحاجة الثانية غير الأدوات الوقاية الشخصية، إنه يا دور مكافحة العدوى بيساهم برضو في توفير أو في تجهيز غرفة العزل. غرفة العزل دي بتكون دائما عندها مواصفات خاصة بشكل خاص، ممكن بيكون مرات بيكون غرفة العزل بيكون محتاجة تهوية خاصة حسب العمليات اللي هتتم فيها. فبالتالي باختصار هو دوره برضو بيساهم في تجهيز غرفة العزل نفسها بصورة كويسة عشان يقدر يقلل بقدر الإمكان من الخطر بتاع انتقال العدوى داخل المؤسسة الصحية. فهو برضو واحدة من الحياة المهمة جدا، اللي هي توفير المعينات بتاعة العمل والتدريب الكادر عليها، إنه هو كيف يتعامل معاه بصورة رشيدة، وكيف يلبسها وكيف يقلعها بالصورة الصحيحة عشان نقلل الخطر بتاع انتقال العدوى، زائد إنه يحصل توفير أو تجهيز لغرفة العزل عشان تكون العيانين بالذات الحالات المشتبهة دائما أو المؤكدة بيكونوا قاعدين موجودين في غرفة عزل. فبيحصل إنه بنقلل بقدر الإمكان من الخطورة بتاعة انتقال العدوى، اللي هو سواء كان من المرضى للكادر أو العكس. دي برضو واحدة من الاستراتيجيات أو الدور الرئيسي برضو لمكافحة العدوى في حالة المخاطر. وبتكلم عن ياتو مخاطر، أنا بتكلم عن وباء أصاب العالم كله، فبالتالي نحن خاشين في حالة طوارئ متعلقة بإنفكشن أو بعدوى اللي هي عدوى الكورونا. برضو واحدة من الحاجات مكافحة العدوى عندها دور فيها بصورة كبيرة هي الترصد. الترصد أو بيسموها السيرفيلانس أو الترصد. الترصد ده شنو؟ الترصد ده عبارة عن أنا بسك الناس المصابة باختصار، يعني أنا زي الزول بيكون شايل عدسة مكبرة وبسك الآثار، بسك الأثر. هي نفس الشيء في النظام الصحي. الترصد ده عبارة عن إنه أنا بشوف أو بسك الحالات دي وين، دار أعرف الحالات دي هي موجودة وين بالضبط. فبالتالي هي بأدوات معينة بتولز معينة أنا بقوم ببحث بيها عن الناس اللي بيكون والله المصابين والمصابين او احتمال اصابتهم بها الكورونا. فدي برضه واحده من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتكون على مكافحه العدوى، فيها دور كبير عشان انا لما اقدر لما اسك الناس اللي عندهم المصابين بالمرض، فبقدر اعرف السورس، بقدر اعرف مصدر المرض وين عشان انا اقدر احتويهم بصوره كويسه، فبالتالي اقدر اقلل نسبه انتشار المرض بصوره كبيره. طيب دي كل الكلام الفات ده زي نبذة كده برضو عن دور مكافحة العدوى في اللي هي في حالة الطوارئ، اللي هي يا طوارئ طوارئ المختصة بالجائحة أو بالوباء أو بالعدوى حقة الكورونا فيروس أو الكوفيد 19. بالنسبة لي في حاجة هتكلم عنها، هي حاجة مهمة جدا جدا بيسموها السيرج كاباسيتي. السيرج كاباسيتي دي باختصار بالعربي هي معناها شنو؟ هي معناها قدرة المستشفيات نفسها على استيعاب أكبر عدد من المرضى في نفس الوقت أو أكبر عدد من المصابين، أو باختصار تاني هي استيعاب المؤسسة الصحية للصدمة نفسها. يعني المستشفى لو لاحظتوا هسي حاليا، يعني نتكلم بصورة واقعية وبصراحة، إنه حاليا في مستشفيات قافلة. المستشفيات القافلة دي معناها شنو؟ معناها للأسف إنه السيرج كاباسيتي بتاعتها طلع واطي أو طلع لو ليفل، يعني
الكباسيتي استيعابها للمساله دي طلعت بنسبه بسيطه جدا جدا. اهم حاجه او اهم استراتيجيه نحن في المرحله دي بالذات للمؤسسات الصحيه انه نرفع الاستيعاب بتاعها، نرفع حاجه اسمها السيرج كاباسيتي اللي هي استيعاب المؤسسه الصحيه ان هي تقدر تواصل عملها في ظل الظروف الطوارئ بصوره عاليه او بصوره كبيره عشان تقدر المستشفيات تكون شغاله، لانه نحن ما بنتعامل مع يعني في السودان ما بنتعامل بس مع حالات مريضه بالكورونا، في امراض كثيره جدا، في ناس عندهم امراض ممكن تكون اخطر عليهم من الكورونا فيروس، فبالتالي لازم المستشفيات تتنظم وتتجهز بطريقه انه استيعابها يكون عالي عشان تقدر حتى تعالج الناس اللي بيكون حتى ما عندهم مرض الكورونا، وبالتالي نقدر زي ما بقولوا نقلل نسبه الوفيات بين الناس ويكون النظام الصحي ماشي بصوره كويسه. دائما في حاله الطوارئ او في حاله الكوارث بالذات المتعلقه بالعدوى، دائما منظمه الصحه العالميه هي بتقول اصلا متوقع في اي حته في العالم بتحصل فيها كارثه بتاعت عدوى او بتاعت وباء زي وباء الكورونا دي، بيكون ممكن يحصل 30% او 40% من فقدان الكادر الصحي القاعد في المستشفى، ودي حاجه هي متوقعه، دي حاجه ما متفاجئه، ولا الناس هي حتى بتلوم الموضوع انه والله يا اخي الكادر الصحي كيف خلى المستشفى، لا دي حاجه اصلا في العلم بتاع اداره المخاطر بالذات المتعلقه في التعامل مع حالات الامراض او العدوى نفسها، دي حاجه اصلا متوقعه، فبالتالي هم خدت لها استراتيجيات كثيره عشان المستشفى تقدر تبقي او تقعد تثبت الاصطاف باي طريقه عشان يحصل انه المستشفى تكون شغاله بكباسيتي او باستيعاب عالي. الاستراتيجيات اللي بيتكلموا عنها عشان انا اقدر بالذات مرحله الاسطاف او الكادر الصحي انه اقدر ابقى عليه في المستشفى ويكون موجود واحافظ عليه عشان يقدر المستشفى تشتغل بصوره كبيره، اول حاجه واحده من اول استراتيجيه في الموضوع ده هي لازم تتعامل باك اب بلان، لازم تتعامل خطه باك اب احتياطي انه انا اقدر اشوف كوادر اخرى احطهم كاحتياط بالنسبه لي، تمام؟ لانه في المستشفى دائما في الحالات الكوارث اللي بتكون لها علاقه بالعدوى المتوقع انه الناس تخلي الشغل، متوقع ذاته انه الكوادر زي ما شايفين هسي يحصل لهم اصابات تمام باي عدوى، زي هسي مثلا في كوادر صحيه اصابت اوريدي بالكورونا فيروس او بالكوفيد 19، فلازم اول استراتيجيه في الموضوع ده يحصل باك اب بلان، يحصل زي ما بقولوا بعمل كونتراكت مع ناس انا بعتبرهم كاحتياط في حاله الكوادر اللي عندي بقت والله يا اخي فقدت على اي سبب من الاسباب، يا اما كان هم براهم خلوا شغل او حصلت لهم اصابات اضطروا يحجروا نفسهم او يعزلوا نفسهم، فبالتالي لازم يكون عندي احتياط من الكوادر، والاحتياط ده معناها متطلب ان في يتعمل لهم كونتراكت، يتعمل لهم تدريب كويس عشان لما يجوا يشتغلوا برضه يكونوا جاهزين وهكذا، دي واحده من اهم الاستراتيجيات في الموضوع ده. الحاجة الثانية من الاستراتيجيات المهمة عشان يحصل انه الناس تحافظ على الكادر الصحي في المستشفيات انه لازم يكون في حوافز incentives، لازم تكون في حوافز، الحوافز دي مهما كان هي نوع شنو، الحوافز دي طبعا غير محصورة على الجانب المادي، لكن الحوافز دي ممكن تكون حاجة مادية تمام، وممكن تكون حوافز انه يحصل أولوية للخدمات بالنسبة للكادر الصحي، اللي هو لو انا جيت اطبق الكلام ده على السودان لازم يكون في حافز مادي للأطباء، لازم يكون في حافز تقديم للخدمات، إنه حتى الوسائل المواصلات تتوفر لهم وسائل المواصلات بصورة سلسة، تتوفر لهم أماكن مخصصة زي مثلا الطرمبات بالنسبة للبنزين، وأنا يعني بتكلم على الواقع عندنا في السودان، العلاجات لو في تطعيم، لو في علاجات، لو في أي شيء بتكون أولويتها دائما للكادر الصحي الشغال حاليا، لأنه هو الكادر ده هو حاليا هو الفرونت لاين أو هو خط الدفاع الأول قصاد الموضوع ده، فبالتالي هو أكثر عرضة للمرض من باقي المجتمع، فلازم الحاجات دي تبقى له أولوية. فواحدة من الحاجات الثانية المهمة هي موضوع الانسنتيفز، الحوافز، يا إما حوافز مادية يا إما حوافز خدمات تكون بالنسبة للكادر الطبي كأولوية بالنسبة له. طيب بالنسبة تاني انه الحاجة الثالثة المهمة جدا 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 انه الموضوع ادوات الوقاية الشخصية او المعينات او تجهيز المستشفى نفسها، انه لازم تكون المستشفى نفسها هي فيها يعني مرحلة او فيها مثلا نسبة لا بأس بها، ونحن عارفين في السودان نحن عندنا مشكلة والله ممكن تكون في السبلايز او في ادوات المعينات نفسها، لكن لازم يكون في نسبة لا بأس بها من المعينات الشخصية بكل الانواع، اللبس اللي بيلبسوه عشان الكادر الصحي اول ما يجي المستشفى يلقى اللبس اللي ممكن يلبسه عشان يحمي نفسه، فبالتالي دي واحده من الحاجات اللي بتحفز الكادر انه هو يواصل في عمله.
بالنسبة يلا للأدوات الوقاية الشخصية دي، دي طبعا عشان هي في مشكلة كبيرة إنه في شورتج أو في نقص عليها بصورة كبيرة، ففي خطط بديلة بقت حتى لأدوات الوقاية الشخصية، أو في حتى بقت في إدارة معينة بتختص بنقص الأدوات الوقاية الشخصية، إنه كيف يتوفر أو كيف في حالة الطوارئ الدكاترة نفسهم يتعاملوا مع أدوات الوقاية الشخصية، شنو هي البدائل لأدوات الوقاية الشخصية لو اللي هي الحاجة اللي بيلبسوها طوالي ما موجودة. دي إن شاء الله أنا هتكلم عنها في السلسلة الجاية بصورة مفصلة، وإن شاء الله وأنا أتمنى الكادر الصحي يكون موجود في الحالة دي، لأنه في خطط كثيرة بديلة جدا ممكن من خلالها تعالج حبة موضوع النقص في أدوات الوقاية الشخصية. فزي ما قلت، أدوات الوقاية الشخصية واحدة من الحياة المهمة عشان تبقي دايما على الكادر الصحي عندك في المستشفى. بالنسبة تاني، إنه يحصل حاجة اسمها كروس تريننج. الكروس تريننج ده إنه شنو؟ إنه أنا الكوادر الصحية يحصل لها تدريب على حاجات كثيرة، يعني مثلا الكادر اللي عندي قاعد في الطوارئ أو حتى الممرض، الناس ذاتهم يتدربوا على حاجات كثيرة، بحيث إنه الشخص الواحد يقدر يعمل له حاجات كثيرة، يعني الشخص الواحد يقدر يعمل العملية الفلانية والحاجة الفلانية والحاجة الفلانية. في الوضع الطبيعي دايما أي شخص باختصاصه بيعمل حاجته هو براهو، لكن في حالة الطوارئ في حاجة بتحصل اسمها كروس تريننج، إنه الشخص الواحد ممكن يتأهل ويتدرب بأكثر من حاجات كثيرة ممكن يعملها، عشان أنا أقلل العدد بتاعت الناس لكن أخلي الموضوع يكون ماشي بصورة بيسموها efficiently، او يحصل كفء في العمل في الموضوع ده، انه الشخص الواحد يقدر يمارس حاجات كثيره، فبالتالي انا بقدر ازيد الاستيعاب بتاعت المستشفى بالنسبه للحاجه دي، واخلي برضو بقدر احافظ على الكادر بتاعي بالطريقه دي. الحاجه الثانيه برضو الاستراتيجيه المهمه هي الكوهورتينج، ان هو الكادر الصحي دايما الشغال في المؤسسات الصحيه لازم، او مش لازم، الافضل دايما يكون عندهم حته يكونوا يعني مجتمعين فيها سوا، يعني قصدي شنو؟ يعني يكون في سكن ليهم مخصص، عشان طبعا الموضوع بتاع الخوف بتاع الاطباء بالذات حاليا في الايام دي، انه الواحد هو بيكون ما خايف على نفسه بقدر ما هو خايف على ناس البيت مثلا. فبالتالي في الحاله دي الافضل دايما لو يتوفرت حاجه اللي هو بيسموها كوهورتينج للناس الشغالين، بحيث ان هم الناس العرضة أكثر عرضة للإصابة اللي هم بيكونوا شغالين في المستشفيات، يكونوا قاعدين مع بعض ويكون في سكن مع بعض، وأصلا ما يتعرضوا لناس زي مثلا يرجعوا البيت أو أي ناس تاني يكونوا هم أقل عرضة للمرض. ده بالنسبة لي الكوهورتينج. وآخر حاجة برضو إنه هي زي حاليا مستشفى العزلي بجبرة، بيحصل إنه بتكون في مؤسسات بتكون فيها هي مخصصة للتعامل مع الحالات المشتبهة أو المؤكدة، فبالتالي شنو؟ بالتالي أنا لميت العيانين دول كلهم في مؤسسة واحدة، فبالتالي عدد الدكاترة فيها ما زي لما أنا أعمل مؤسسات كثيرة شديد، فبتكون في مؤسسات مختصة. دي برضو واحدة من الحاجات الاستراتيجية اللي بتختص بي اللي هو الإبقاء على الكوادر الطبية، عشان تقدر المستشفيات تستوعب الصدمة وتقدر تواصل عملها بصورة كبيرة، والمستشفى ما تضطر تلقى روحها إن هي قفلت، عشان تلقى روحها إن هي والله ما فقدت الكوادر الطبية. فأنا هعيد الموضوع ده تاني باختصار لأنه هي حاجة مهمة. السيرش كاباسيتي أو استيعاب المؤسسات الصحية والإبقاء على الكوادر من أهم الاستراتيجيات اللي فيها. أول شيء قلنا الباك أب بلان، لازم يكون في احتياط بتاعة كوادر قاعدة موجودة، يكون الطلب عليها عند الحوجة ويكونوا متوفرين. الحاجة الثانية لازم تكون في حوافز، الحوافز يا إما كان مادية أو حوافز أولوية للخدمات بالنسبة للكادر الصحي وحتى عيل الفاميلي بتاعت الكادر الصحي نفسه. يحصل برضو زي ما قلنا يكون في توفير لأدوات المعينات والتدريب عليها والتجهيز حتى في المستشفيات، وتوفير الغرفة العزل عشان يحسوا بالأمان، ويحصل تقليل لنسبة انتقال العدوى. يكون في تدريب للأشخاص الكوادر على أكثر من مهارة وأكثر من مهارة أو أكثر من عملية طبية ممكن تتعمل، عشان تقدر تستغل الكوادر بصورة efficiently. بالنسبة برضو تجمع الكوادر دي الأفضل في حتة واحدة ويكونوا ساكنين في مكان واحد، ونمنع إنه الناس الشغالين في المؤسسات الصحية يكونوا محتكين بالخارج مثلا، سواء كان ناس البيت ولا غيرهم، عشان الكونسيرن أو عشان الموضوع إنه ممكن تكون في ناس هي خايفة والله على ناس البيت لو هي في حالة تمت إصابتها به الوباء الكورونا او الكوفيد 19. ده بالنسبه لي الحاجه بسموها السيرش كاباسيتي او استيعاب المؤسسه الصحيه والابقاء على الكوادر، لانه زي ما قلت هي متوقع انه الكوادر تتفقد في الحاله دي، ودي حاجه اكسبكتد ما حاجه مفاجاه، فلازم يكون في استراتيجيات معينه واضحه وخطه واضحه بالنسبه للناس عشان المؤسسات الصحيه تكون ماشيه بصوره سليمه. اخر حاجه هتكلم عنها ان شاء الله عن حاجه اسمها
اللي هي الاجراءات اللي بتكون دايما متعلقه في حاله الطوارئ، وزي ما شايفين اللي هي الحاجات الما روتينيه، الحاجات اللي بتكون اكسبشنال الاستثنائيه بتحصل دايما في حاله الطوارئ. واحده من اهم الامثله حاليا اللي هي عن موضوع اللي بيسموها السوشيال ديستانس. السوشيال ديستانس دي اللي هي التباعد المجتمعي، كلنا سمعنا بحاجه اسمها السوشيال ديستانس، وكلنا سمعنا بحاجه اسمها التباعد المجتمعي. طيب التباعد المجتمعي ده هو عباره عن شنو؟ هي اي اجراء بيتعمل كويس الغرض منه بيحصل سيبريشن، فصل بين الاشخاص عن بعض، عشان شنو؟ عشان نقلل انتقال العدوى من شخص لشخص اخر. فهي دي بالضبط السوشيال ديستانس، انه بيحصل فيها سيبريشن او فصل للاشخاص من بعض. ادي امثله على السوشيال ديستانس او التباعد المجتمعي زي شنو؟ اول حاجه امثله عليها اللي هو زي ما شايفين هسه الحظر التجوال، او بيسموها اللوك داون، او الحظر التجوال الكلي او الجزئي. زي ما شايفين اللي هو في حظر تجوال موجود، في والله اجبار على الناس ان هي تقعد في البيت، عشان في النهايه بنمنع احتكاك الناس ببعض، فبالتالي حصل تباعد مجتمعي. فدي واحده من الاساليب بتاعت السوشيال ديستانس اللي هي بتتعامل في حالات الطوارئ. بغض النظر انه في دول كثيره جدا عملت السوشيال ديستانس او عملت الحظر التجوال ونجحت فيها بصوره كبيره، ورغم التحفظ بالذات منظمه الصحه العالميه، واللي هو مستر تدروس ده مدير المنظمه نفسها كان عنده تحفظ على اللوك داون في افريقيا، في افريقيا نفسها، وكانوا هم ناس الدبليتش او شايفين انه موضوع حظر التجوال الكلي في افريقيا هي ممكن، يعني هم شايفين ما هتكون فعاله جدا جدا لاسباب كثيره، اللي هي لها علاقه باسباب اقتصاديه واسباب اجتماعيه واسباب حتى ثقافيه للموضوع ده يعني. فهم في تحفظ شويه عليها، بس هم الكلام اللي بيقولوه شنو؟ بيقولوا انه الحظر التجوال ايوه كويس، لكن برضه هو ما اهم حاجه، في برضه في حياه، في معايير او في ارشادات وقائيه اهم منها الناس تحاول تلتزم بها. ويعني بيقول والله افريقيا ما زي اوروبا ولا زي الدول الثانيه، وانه حظر التجوال الكلي بيتطلب امكانيات معينه، بيتطلب حتى منتاليتي معينه وحاجات معينه عشان تقدر تنجح. لكن ان شاء الله يعني حاليا حظر التجوال في السودان ان شاء الله بقدر الامكان انه هو يؤدي الغرض. ودائما الحاجه اللي عايز اقولها اللي عندها علاقه بحظر التجوال، ودي ان شاء الله في ناس هيتكلموا عنها ان شاء الله في صفحه هنا، انه حظر التجوال ذاته هي فايدته شنو، والمفروض خلال حظر التجوال يحصل شنو عشان يحصل احتواء للمرض. برضه في استراتيجيات معينه لازم تحصل، لانه حظر التجوال برا هو فعلا غير مفيد ما لم في اجراءات جواها تحصل عشان يحصل فيها احتواء للمرض. فالمهم نرجع شويه، انه حظر التجوال واحده من الاساليب من طرق السوشيال ديستانس او التباعد المجتمعي. واحده ثانيه من الحاجات المتعلقه بالسوشيال ديستانس هي موضوع الكارانتين، الحجر الصحي، سمعتوها كثير، الحجر الصحي بنسمعها طوال، الحجر الصحي، الحجر الصحي، الحجر الصحي ده هو شنو بالضبط؟ الحجر الصحي هو انا بحجز فيها الناس اللي بيكونوا دائما يتعرضوا الناس عندهم مصابين بمرض الكورونا، كويس. وكلمه دائما كارانتين او حجر صحي بتكون للناس الاصحاء دائما، يعني الزول سليم ما عنده حاجه، بس هو كان مخالط او كان قاعد مع زول في النهايه طلع مصاب بالكورونا فيروس ولا بكوفيد 19، فبالتالي طالما هو قاعد معاه معناه هو اكيد معرض انه تجيه العدوى، فبالتالي بيتحجر او لازم يخد نفسه في حاجه اسمها الكارانتين. الكارانتين دي ممكن تكون في الهوم، في البيت، زي ما وزارة الصحة الاتحادية طلعت إرشادات كثيرة في الموضوع ده، وورت الناس كيف والله الناس تتعامل في الحجر الصحي، والمواصفات بتاعت الحجر الصحي، والزول ذاته يعمل شنو. ممكن تكون ذاتها في كارانتين، ممكن يكون في المستشفى نفسها، وممكن الكارانتين تكون في مؤسسات كثيرة، زي ما شايفين في دول كثيرة عم خصصوا فنادق، أبراج، حاجات كثيرة جدا ممكن تنفع إنه تكون كمكان للحجر الصحي. وممكن تكون برضه في محل العمل، يعني في استراتيجيه بتقول دايما انه حتى الناس الشغاله في محل عملها ذاته لو حصل هي اتعرضت ممكن تتحجر في نفس الحته بتاعت عملها، لكن الكارانتين ده كله محتاج لمواصفات خاصه ولمواصفات معينه. دي ان شاء الله نبدا ممكن نتكلم عنها لقدام. فده الكارانتين دي واحده من اساليب المتعلقه بالسوشيال ديستانس او اللي هي التباعد المجتمعي، ان انا ببعد الناس من بعض. في طبعا المصطلح بتاع الايزوليشن معروف انه عزل بيكون دائما للناس اللي عندهم اعراض او الناس المرضى، سواء كانوا مشتبهين ولا كان الحالات المؤكده بيسموها شنو بالكورونا فيروس. وفي وغير كده وغير الكلام اللي اتقال الفات ده كله، انه في اللي هي طبعا الاجراءات الوقائيه بتاعت الفيزيكال ديستانس نفسه، انه طالما الناس هي قاعده في حته لازم يكون في فصل المسافات بيناتهم حوالي 1 to 2 متر او متر لمترين،
الناس تكون بقدر الإمكان بعيدة عن بعض عشان نقلل بقدر الإمكان اللي هو عفوا بيكون من انتشار المرض بين الأشخاص أو مع بعضهم. فبالتالي دي كلها زي ما بيقولوا معايير أو تبع المصطلح بتاع السوشيال ديستانس أو التباعد المجتمعي. ودي كل الحاجات اللي اتقالت اتذكرت، سواء كان الحجر الصحي ولا كان حظر التجوال أو القفل الكلي للبلد يعني، ولا كان الكارانتين أو العزل أو حتى الفيزيكال ديستانس، الناس تكون تحافظ على مسافات من بعض. دي كلها خاشية في المظلة بتاعت السوشيال ديستانس اللي هي التباعد المجتمعي. دي واحدة من أهم الاستراتيجيات دائما بتتخذها الدول، وزي ما شايفين هسي، عشان تقلل انتقال العدوى، بالذات العدوى اللي هي مثبت إن هي بتنتشر بصورة كبيرة جدا بين البشر أو بين الناس. تمام؟ طيب، في حاجة أخيرة برضو هتكلم عنها، اللي هي دي هتكلم عنها إن شاء الله المرة الجاية بصورة أوسع، إنه دائما المؤسسات الصحية بتتكلم مش بتتكلم معلش اللي هي بتتعامل بطريقة معينة مع المرضى. لو سمعتوا بحاجة اسمها طب الطوارئ أو طب الحروب، اللي هي دي بسموها بالإنجليزي شنو كرايسيس ستاندرد أوف كير، اللي هي دائما في حالة الطوارئ بيحصل تغيير في طريقة التعامل أو طريقة الرعاية الصحية نفسها، اللي هي مثلا انه البيشن العيانين لما يخشوا المستشفى بيحصل بعد في اولويه للناس، اللي هي والله منول هندخله والله للتنفس الصناعي، منول ما هندخله للتنفس الصناعي. فدي واحده من الكرايسيس ستاندرد اوف كير او طب الطوارئ او طب الحروب. دي اللي هي للاسف دي مرات المؤسسات الصحيه بتلقى نفسها هتبدا تتعامل بالطريقه دي في حاله الكارثه كبرت. ونحن ان شاء الله يعني ما وصلنا للمرحله دي، لكن ان شاء الله نحد من انتشار المرض عشان ما نصل للمرحله دي يعني. لكن دي واحده برضو من الاستراتيجيات اللي هي موجوده في اللي هو في تحديد العيانين المحتاجين للتنفس كمثال. وفي الحاجه الثانيه المهمه انا ان شاء الله هتكلم عنها بصوره كبيره وبصوره مفصله، عن موضوع البي بي ايز نفسه، عن موضوع ادوات الوقايه الشخصيه. ادوات الوقايه الشخصيه برضو فيها اولويه، يعني ما كل الناس في المستشفى محتاجين يلبسوا الفول بي بي اي، ولا كل الناس في المستشفى محتاجين يلبسوا نفس اللبس. في اولويه بتحصل حسب المنطقه في المستشفى، يعني معروف في المستشفى انه شغالين في العنايه المكثفه ولا شغالين في الطوارئ، بالذات اللي بيستخدموا العمليات اللي فيها والله التنفس الصناعي، واللي هم بيركبوا الانابيب حقت التنفس الصناعي، دي اكثر عرضه، فبالتالي الاولويه ليهم بخلاف غيرهم اللي ممكن يكون الادوات الوقايه الشخصيه ياخذوا الحاجات الاقل بروتكتيف. فبالتالي دي ما حاجه في السودي، حاجه استراتيجيه عالميه اسمها كرايسيس ستاندرد اوف كير. دي حاجة بيشتغلوا بها العالم كله، عشان في النهاية احنا في حالة طوارئ، في حالة الطوارئ دي لازم يحصل ريسورس الوكيشن، يعني لازم يحصل توجيه للموارد بصورة رشيدة، والناس تحاول تستوعب الموضوع ده، انه دايما في حالة الطوارئ الموضوع بيختلف، فبيكون في إدارة خاصة في الفترة دي. وآخر حاجة ممكن البيشن مانجمنت برضو، اللي هو الرعاية الصحية للمرضى نفسهم في المستشفيات، انه دائما بيكون في تركيز على نظام الفرز الصحي. طالما الفرز الصحي في المستشفى كان قوي ومجهز بصوره كويسه، دي معناها انه نسبه انتقال العدوى هتقل بصوره كبيره. دائما يحصل عدم احتكاك او يقلل الاحتكاك دائما بين المرضى ببعضهم، او حتى المرضى مع الكادر الصحي. المستشفيات الميدانيه اللي كان ذكرتها قبل شويه برضو عندها دور كبير جدا، انه هو بتخلي الواحد اللي هو المحتاج فعلا للمستشفى يمشي للمستشفى، والما محتاج يمشي المستشفى او اعراضه خفيفه وبيقدر يعني يقدر يقعد برا المستشفى، فبالتالي ممكن يلقى رعايه في المستشفيات الميدانيه. ودي حتى البروتوكول حتى حاليا، انه حتى الناس المصابين او المصابين بالكورونا او بالكوفيد 19 ممكن اللي هو بيقعد فيه، انه حتى الناس اعراضهم خفيفه او اعراضهم يعني ممكن يكون ما عنده اعراض، ده ما محتاج ذاته يمشي مستشفى، ممكن يقعد في البيت يعمل لروحه هوم ايزوليشن، عشان نحن في مرحله بتاعت انه المؤسسه الصحيه المستشفى بالاستراكشر بتاعتها تكون اولويه ذاتها للناس اللي بيستحقوا ان هم يتلقوا رعايه صحيه. فبالتالي برضه هي فيها اولويات في الناحيه دي. فدي برضه حاجه من الحاجات اللي بيشتغلوا بيها او من الاستراتيجيات اللي بتكون شغاله في مرحلة الطوارئ حاليا بالنسبة للكوفيد 19. تقريبا كده أنا انتهيت عن الكلام اللي هو كله ده، نبذة كلها عن إدارة المخاطر نفسها الإميرجنسي مانجمنت، ودور مكافحة العدوى في اللي هو أوقات الكوارث، بالذات الكوارث المتعلقة بالعدوى، وكل الاستراتيجيات اللي بتكون بيتخذوها دايما في علم إدارة المخاطر عشان يقدروا يتعاملوا مع الوباء ده بصورة سلسة، والناس تطلع منها بأقل الأضرار. تقريبا كده أنا انتهيت، ما عندي حاجة. فبالتالي ممكن أفتح باب للأسئلة، فلو أي زول فيكم أو أي شخص عنده أي سؤال ولا حاجة ممكن طوالي يتفضل.
طيب لو في أي شخص عنده أي استفسار أو أي سؤال بما يخص الموضوع اللي اتكلمنا عنه الليلة فممكن طوالي يتفضل. طيب تقريبا كده ما في أسئلة، وأنا أعتذر جدا لو في مثلا نحن دايما متعودين إنه بفقرة الأسئلة بتكون في النهاية، فلو في واحد سأل من البداية وأنا ما جاوبت عليه فأنا والله أعتذر له بشدة، وممكن لو هو قاعد ممكن لو حاب يسأل ممكن يسأل طوالي أو حتى القدام، بس الناس تكون إنه فترة الأسئلة ذاتها بتكون في ال آه في في آخر ال في آخر اللايف، عشان شنو الناس ممكن بعد ده لو عايز تتناقش في حاجة وعايز تسأل من حاجة أنا حاضر طوال إن شاء الله. فحاليا شكله كده ما في أي أسئلة، ف ما في مشكلة. طيب شكرا لكم، وإن شاء الله يعني الكلام كان واضح وبسيط بالنسبة للناس. أنا كل اللي اتكلمت فيه دي عبارة عن نبذة أو تقريبا سمري ليه، ملخص لإدارة المخاطر. هو علم كبير جدا وفيها حتى ناس يعني مختصين تماما في موضوع إدارة المخاطر، وفيها ناس بيكون هم سبيشالايز في المجال ده، وصراحة هو مجال مهم جدا يعني، ويعني لازم يكون في كوادر بجد تكون مهيئة أو تكون هي متخصصة في المجال ده، عشان في الحالة نحن حاليا في السودان لازم يتم التعامل بوفق الاستراتيجيات بتاعت إدارة المخاطر عشان نقدر نتخلص من أو نقدر نطلع من وباء الكوفيد 19 بأقل الأضرار وترجع الحياة طبيعية إن شاء الله. طيب سؤالي شنو الموضوع؟ طيب الموضوع كان كله عن إدارة المخاطر نفسه، إدارة المخاطر، ونحن حاليا في حالة طوارئ، الطوارئ المختصة بوباء الكوفيد 19 اللي هو أصاب 3 مليون أو أكثر من 3 مليون شخص في العالم. بالتالي زي ما أنت ملاحظة بالضبط إنه دي عاملة حالة طوارئ في العالم، وشايفة كل الاستراتيجيات اللي هي ماخدينها من حظر التجوال، من الناس قاعدة في بيوتها، من كل الاستراتيجيات، من تجهيز المستشفيات. فده كان كل الكلام عن اللايف الليلة، فممكن لو حابة تتابع الموضوع ممكن ترجع تاني لللايف إن شاء الله من البداية عشان تشوف الكلام بالضبط كان عن شنو. بالنسبة لآخر حاجة دار أقولها إنه إن شاء الله السلسلة الجاية أو المحاضرة الجاية هتكلم فيها بموضوع عن الإجراءات الوقائية المفروض يتخذها الكادر الصحي في المستشفيات بالذات في التعامل مع الحالات المشتبهة والحالات المؤكدة. وتاني برضو هتكلم عن الإرشادات الوقائية بالنسبة للكوميونيتي، بالنسبة للكوميونيتي أو المجتمع، لكن هيكون برضو التركيز على الكادر الصحي لأنه فيه كلام كتير وفيه جدل كتير، وإن شاء الله هيتم فيها عرض لكل الجايد لاينز في العالم، يعني بناحية الـ WHO قالت شنو، الـ CDC في أمريكا، في يوروب، في تشاينا، ساوث كوريا، كل الدول دي لازم نعرضها ونشوف الناس دي كلها شغالة كيف عشان نقدر نعرف نحن واقفين وين، ونقدر الناس بالذات الكادر الصحي يكون عارف إن هو الإجراءات الوقائية لما تيجي تتعامل مع شخص مصاب أو مشتبه بتكون أنت المفروض تعمل شنو بالضبط. طيب بالنسبة في سؤال جاني هنا، هو معلش هو خارج الموضوع شوية لكن ما في مشكلة، اللي هو واحد بيسأل من الكمامة العادية، الموضوع بتاع إنه الناس لما تلبس الكمامة اللون الأزرق واللون الأبيض، كان الموضوع بتاع انه اللون الزول عشان يحمي نفسه من التانيين بيقلب بلون معين، والزول عشان يحمي التانيين منه بيقوم شنو بيقلب بلون معين. هو حاليا ما في اي كلام علمي بيثبت الحاجه دي، دي كلها عباره عن حاجه بيسموها انفيديمكس، يعني عباره عن اشاعه علميه يعني، لكن ما في اي حاجه علميه او دراسه علميه بتثبت انه والله الماسك بيتلبس بالطريقه دي في حالة لو ده رحمي نفسي او ده رحمي الاخرين. الماسك بيتلبس زي ما هو، زي ما صنع المصنع بالضبط، المصنع لو صنعه الازرق ببره واللون الفاتح بجوه تلبسه كما صنعه المصنع، لانه المصنع صنعه بطريقه معينه، اللون الازرق ببره موجود بصوره معينه تمام بخام معينه، فبالتالي هي لازم اي حاجه دائما قاعده عامه، الحاجات اللي بتصنع من المصنع بالذات في الكمامات الطبيه ولا ادوات الوقايه الشخصيه بتتلبس كما صنعها المصنع بالضبط تمام. ودي ان شاء الله هنتكلم عنها لو هتتابع معانا ان شاء الله المره الجايه عن البي بي ايز نفسها، هنتكلم عنها بالتفصيل. الحاجه اللي ذكرتها برضو في المره الجايه في الاجراءات الوقائيه هتكلم عن الموضوع اللي هو بتاع التعامل مع النقص بتاع ادوات الوقايه الشخصيه، انه في حاله النقص اللي عندنا كيف نتعامل مع النقص في الحاله دي، وشنو البدائل
والفكره بتاعت انه في حاليا الماسكات الكمامات دي بتتلبس لمده كم، سواء كانت الكمامه الجراحيه ولا الكمامه التنفسيه العاليه اللي هي الان 95، دي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. تمام، كل الحاجات الاجراءات الوقائيه، الاحتياطات اللازمه للكوادر الشغاله اللي هو السؤال الجاني دي ان شاء الله انا هتكلم عنها في اللايف الجاي. ان شاء الله تابعونا على صفحه، سواء كان على منبر سودانيز ريسيرش انيشيتيف او على منبر صفحه دار اللي هي مركز دار لبناء القدرات البحثيه، فان شاء الله هتنزل فيها الاعلان عن المحاضره الجايه ان شاء الله. هتكون قريب، ما هتكون بعيد ان شاء الله. تمام، فالمهم شكرا لكم، وغايته ما ان شاء الله ما اكون طولت عليكم، وان شاء الله يعني نلتقيكم على خير في المره الجايه ان شاء الله. يلا السلام عليكم.